السلام عليكم، موجز لأبرز العمليات العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب، نستهلها بأبرز العناوين. بالتنسيق العالي، أبطال الجهاز يلقون القبض على إرهابي كان يروم دخول العاصمة بغداد. 8 جثث بقضاء طوس خورماتو بعملية خاطفة. قتل مسؤول التفخيخ لعصابات داعش في الأنبار بكمين محكم. الإطاحة بقيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابي شمالي بغداد والأنبار بعد تنسيق عال. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. التنسيق العالي بين جهاز مكافحة الإرهاب والمديرية العامة لمكافحة إرهاب أقليم كردستان يسفر عن إلقاء القبض على إرهابي في أحد مداخل العاصمة بغداد. فقد بايع الإرهابي المكنى أبو عائشة طه علي محمد ناصر التنظيمات الإرهابية في عام 2004، وكان يروم تنفيذ عمليات إرهابية بعد دخول بغداد، لكن بواسطة الاستخبارات كانوا له بالمرصاد. تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب تنسيق مع جهاز المخابرات الوطني القوة الجوية العراقية متابعة عصابات داعش في منطقة بيار أحمد قضاء طوس خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، حيث قامت طائرات F-16 بتوجيه ضربات موجعة خلفت على إثرها 8 جثث، أما الآخرون تحولوا إلى أشلاء نتيجة لتلك الضربات. وفق معلومات استخبارية دقيقة، قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تقتل الإرهابي القيادي في عصابات داعش الإرهابي المدعو حسين محمد جاسم المكنى أبو عيسى، وهو المسؤول عن التفخيخ في قاطع الرمادي أو ما يسمى ولاية الأنبار. الإرهابي حاول أن يفجر نفسه على تلك القوة، لكن سرعة ومهارة أبطال العمليات الخاصة حالت دون ذلك في صحراء الحميرة في قضاء الرمادي. التنسيق العالي بين جهاز مكافحة الإرهاب والمديرية العامة لمكافحة إرهاب محافظة أربيل أقليم كردستان أتت بثمارها من خلال العمليات العسكرية والنوعية، حيث تمكن أبطال الاستخبارات من الإطاحة بعناصر مهمة لدى عصابات داعش الإرهابي كانوا ينشطون في قاطع شمال بغداد والأنبار غربي العراق. بمعلومات استخبارية دقيقة، جهاز مكافحة الإرهاب بكمين محكم في صحراء الأنبار يطيح بخمسة من عصابات داعش الإرهابي الذين كان بحوزتهم عددا من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة. بجهد استخباري متواصل، قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تنفذ 3 عمليات نوعية تسفر عن إلقاء القبض على 4 من عصابات داعش الإرهابي في محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك. نهاية الموجز، في أمان الله.